بداية الحكم العثماني لألبانيا هرب بعض سكان شكودرا للاختباء في جبال ثيث، ظلوا مقيمين فيها حتى بداية تسعينات القرن العشرين وتحديداً بعد انهيار النظام الشيوعي. بالسنوات الأخيرة نشط فيها السياحة رغم بعدها عن العاصمة تيرانا وخصوصاً بالصيف. بالوقت الحالي تعتبر جبال ثيث منتزه وطني، لهيك معظم سكانها رجعوا للاستثمار في قطاع السياحة. ثيث هي منطقة تابعة لمقاطعة شكودرا بشمال ألبانيا، وهي وجهة سياحية لمحبي الطبيعة والابتعاد عن صخب المدينة. انطلقنا من شكودرا لثيث بعد المغيب. يلي ما شاف كيف بدأت رحلتنا والأماكن يلي زرناها بشكودرا بترك رابط الحلقة بصندوق الوصف. الطريق لثيث هو جزء من المغامرة لأنه الطريق متعرج وخطر، وبعض الأماكن ما بيسع لسيارتي وأماكن تانية بصعب التجاوز، فبتضطر تكون سرعة سيارتكم مثل سرعة السيارات يلي أمامكم. ومع أنه المسافة بين شكودرا وثيث تقريب 80 كيلومتر، استغرق معنا الطريق 3 ساعات من دون توقف، لذلك وصلنا الساعة 10 بالليل للأوتيل. وللعلم وعلى عكس المدن التانية ما في محطات وقود على الطريق وعدد قليل كتير من الاستراحات. قبل الوصول لثيث بحوالي 20 كيلومتر جزء من الطريق ما زال غير معبد حتى الآن، متوقع يجهز بالكامل سنة 2022، لكن بكل الأحوال ما في مشكلة للوصول لثيث شو ما كان نوع السيارة اللي معكم. فإذا كنتم من محبي المشي لمسافات طويلة بالطبيعة وتسلق الجبال واكتشاف أماكن جديدة، فثيث وشلالاتها وعين الزرقاء هي وجهتكم والوجهة الرئيسية لأغلب السياح. للوصول من ثيث للشلالات بيستغرق الطريق تقريب الساعة مشي، أما الوصول للعين الزرقاء فبيستغرق تقريب 3 ساعات مشي بالكامل، أو فينا نقسمه لقسمين. القسم الأول من الطريق بيستغرق تقريب 2 ساعات مشي أو نص ساعة بالسيارة دفع رباعي، ممكن طلب سيارة عن طريق الأوتيل أو عن طريق محطة الحافلات. أما القسم الثاني فمشي حصراً وبيستغرق تقريب 40 دقيقة للوصول للعين الزرقاء. نحن قررنا نروح على العين الزرقاء أو البلو آي مشي بالكامل، وانصح يكون معكم عدة الإسعافات الأولية ورقم هاتف الأوتيل لأي طارئ على الطريق. ببعض أماكن كان منسوب المي بالجداول والأنهار منخفض مثل ما هو واضح بالصورة، لكن كل العلامات بتدل على غزارة المي بموسم الشتاء والربيع. بهالمنطقة أنهينا أول قسم من الطريق وأخذنا استراحة قصيرة قبل ما نبدأ القسم الثاني. الطريق بالقسم الثاني فيه منحدرات خطيرة
خصوصاً للأطفال، وبعض أماكن ما بيسع غير لمرور شخص واحد. وأخيراً وصلنا لهالمكان الرائع. كمية كبيرة من المي تتدفق من الجرف الصخري لتصب بمجمع عميق تعكس تدرجات لون أزرق كتير حلو. ورغم برودة المي كان في ناس عم تسبح، لكن للأسف نحنا ما كنا عاملين حسابنا بتياب إضافية. كملنا المغامرة بالصعود على درج الخشبة لنستمتع بهالأطلالة من الاستراحة المطلة على العين الزرقاء من فوق. ورغم جمال هالمنظر الطبيعي، حبيت نوه لكل شخص مسافر لأوروبا وزار دول مثل النمسا، سويسرا أو كرواتيا ما يتوقع نفس كمية المياه أو غزارتها بألبانيا. ورجعنا مع مغيب الشمس. بعد وصولنا للمنطقة اللي ممكن نطلب فيها سيارة للعودة لثيث، قررنا نتعشى بالمطعم المتواجد بهالمنطقة وطلبنا منهم سيارة لتوصيلنا للأوتيل، بما أن الشمس غابت وصار صعب نرجع مشي بالليل. من المواقف يلي بحب أذكرها أن طلبنا من صاحب المطعم سيارة دفع رباعي لتوصيلنا للأوتيل بثيث. ما أن صار ليل وكنا آخر زباين بالمطعم، ما استغل الموقف أبداً، على العكس تماماً، حصل لنا سعر أقل من يلي عطونا إياه عن طريق الأوتيل، وضيفنا فواكه بعد العشاء ونحن ناطرين السيارة. بشكل عام كل الناس يلي تعاملنا معهم ودودين ومحبين للسياحة ومضيافين. صباح اليوم التالي تركنا هالطبيعة الرائعة وانطلقنا للوجهة التالية وهي كرويا. ألقاكم بالجزء الثالث من رحلتنا بألبانيا.